بالأمس انطلقت فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة واللي بيقام داخل مركز المنارة للمؤتمرات، وكان بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده بالتأكيد لتقديم المزيد من الدعم للصناعة المصرية. يمكن السيد الرئيس بعث رسالة هامة جدا لكل مواطن في مصر. كلنا عايشين أيام صعبة جدا، كلنا عندنا قلق كبير جدا، بس بالتأكيد الحياة بتستمر. السيد الرئيس قال لنا ما تقلقوش، شوفوا شغلكم وحالكم، عيشوا حياتكم، بنبذل كل الجهد عشان الاستقرار. بطمنكم مرة تانية، ومحدش هيقدر يقرب لمصر، واشتغلوا وخلينا نبني ونعمر. عشان كده هنتكلم النهاردة في هذا الملف، ملف البناء والتعمير والصناعة. الصناعة من أهم الملفات اللي بالتأكيد الدولة بتوليها اهتمام كبير جدا جدا، هي قاطرة التقدم في أي دولة على مستوى العالم. بيشرفنا في الاستوديو الدكتور محمد شادي، رئيس وحدة دراسات الاقتصاد والطاقة بمركز الحبتول للأبحاث. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضراتكم فندم وعلى المشاهدين. أهلا بيك يا دكتور. يمكن طول الوقت والسنين اللي فاتت والشغل اللي بيتم في ملف الصناعة، بس كان دايما في تحدي أمام الصانع المصري أو المستثمر المحلي أنه يقنع المستهلك بجودة منتجه في ظل منافسة عالمية شرسة. دلوقتي وفي الوقت اللي المصريين كلهم بيشجعوا الصناعة المحلية، كل الناس بتنزل تدور على منتج مكتوب عليه صنع في مصر، ودي تعتبر فرصة من ذهب أمام المستثمر المحلي إن هو يدخل السوق بقوة ويسوق أكتر لمنتجه ويرفع من جودته. وإحنا بنتكلم عن الملتقى اللي استضافته مصر، الملتقى الدولي السنوي للصناعة، إيه أهميته وتحديدا في هذا التوقيت؟ طيب، هو اسمه الملتقى، وده أول حاجة تقول لحضرتك إنه المكان دوت أو الفعالية دي بتجمع الستيك هولدرز او الشركاء في مجال الصناعه، بتجمع الحكومه اللي المفروض بتنظم الصناعه، بتجمع المستهلكين اللي المفروض يشتروا، بتجمع المستثمرين، بتجمع الصناع مع بعض. اي فعاليه من النوع ده لما نكون كلنا بنشتغل في حاجه معينه وبنتحط كلنا تحت نفس السقف، بنتكلم مع بعض ونشوف ايه المشاكل اللي عندنا، ايه الاهداف اللي جايه، وايه العوائق اللي قدامها. وبالتالي دي اول حاجه بنعملها، اول حاجه ان احنا لما نقعد مع بعض كده الموضوع بتحل. تخيل حضرتك كده عندك مشكله كبيره، اول حاجه بتفكري فيها نجمع الناس مع بعضهم يا جماعه عشان نشوف ايه، نحدد مشاكلنا بالظبط ايه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لما يكون بقى عندك الناس دي كلها، بقى عندك فرصه كبيره جدا ان انت تظهري قوتك. انا دلوقتي مثلا يعني بصنع صواميل، محدش شايفني اصلا، السوق كبير جدا، محدش البوز بتاعي اللي موجود بقى والكلام بتاعي عن الصواميل دي، انا بلاقي المستهلك اللي بيشتريها، بلاقي المصنع اللي بيحطها في اللي بياخدها مني يحطها في المنتج بتاعه، بلاقي المستثمر اللي ممكن اصلا يشاركني ويزود معايا، وبلاقي كمان البنوك اللي بتمول الصناعه. وبالتالي انت بتجمعي الشركه كلهم علشان اول حاجه تحلي المشاكل وتزودي القدرات. ومن هنا الفايده الكبيره، عشان كده دي حاجه المفروض تبقى دوريه، وفعلا الدوله واخدها. يعني السنه اللي فاتت كانت عندنا، والسنه دي مكملها، واحنا في عز ازمه طاحنه، الناس يعني المفروض ننصرف بقى عن الصناعه ونهتم بالامن والكلام ده، لكن الدوله عزمه، عندها عزم اكيد جدا ان هي توظف الازمات اللي حاصله علشان تحل مشكله الصناعه. السنه اللي فاتت كان عندنا الازمه الروسيه الاوكرانيه، وكانت الضغط علينا بشكل كبير جدا، كانت ضغط على اقتصادنا بشكل كبير جدا، ومع ذلك الدوله صممت تاخد من الازمه يعني وسيله او تحولها لفرصه عشان تحل بقى مشاكلها. والمره دي نفس الموضوع، وعشان كده هتلاقي الرئيس كان بيتكلم بشكل واضح تماما على انه جماعه يعني سيبوا الامن للي بيشتغلوا الناس، ده الامن ده صناعه، الامن ده وظيفه حد بيعملها، سيبوها له وكل واحد فيكم يكمل في شغله. ليه؟ لانه احنا حرفيا احنا مش حمل ان احنا كلنا يعني نتجه لاتجاه واحد، ومش حمل ان احنا نسيب اشغالنا علشان اي حاجه بتحصل، فلازم نكمل. وعشان كده الدوله مكمله فيها، عشان زي ما قلت لحضرتك كده تحل المشاكل وتعظم الفوائد. طيب خلينا نتكلم على جزء مهم جدا جدا مرتبط بالأحداث، وهو طبعا لا نستطيع أن نغض البصر عنه، هو المقاطعة. في العديد من المنتجات، العديد من المنتجات اللي هي الداعمة للكيان الصهيوني، في حملة مقاطعة على مستوى العالم، وبالتأكيد برضو بتمتد هنا بشكل جدي هذه المرة. فدي بالتأكيد فرصة للمنتج المصري المحلي أن هو يكسب سوق أكبر. إزاي يستغل هذه الفرصة إن المنتج المصري يصل وينتشر ونزود كمان من الإنتاج في هذه البدائل؟ خد بال حضرتك، إحنا بس علينا إن إحنا نفرق بين حاجتين مهمين جدا علشان التداعيات الاقتصادية للموضوع ده واضحة وكبيرة. الشركات اللي بتساهم هي نفسها في دعم الكيان الصهيوني، ودي المفروض يعني نقطعها وناخد معاها مواقف قوية جدا، لكن إحنا عندنا شركات مصرية واخدة اسم
وبتشغل عمال. انا بتكلم عن المنتجات اللي احنا بنستوردها بس كده بشكل واضح من شركات داعمه للكيان الصهيوني. بس كده دول بقى اللي حاصل في السوق دلوقتي بيفتح فرصه كبيره جدا للشركات المصريه اللي بقول لحضرتك ان هي بتقدم منتج بديل للمنتجات دي. اولا الشركات نفسها عندها فرصه قويه جدا لان الطلب عليها زايد لغايه دلوقتي، وبالتالي كل مره الطلب على حضرتك بيزيد ده معناه ان انت عندك فرصه كبيره ان انت تحط استثمارات اكتر، تطور المنتج بتاعك اكتر، واثبت نفسي وجدارتي. بس كده دي اول حاجه. الحاجه بس خد بال حضرتك ده كمان بيعمل تحدي كبير جدا طبعًا. لانه احيانا الناس بتقارن المنتج اللي كانوا بيستخدموه قبل كده اللي هو بجوده عالميه بالمنتج بتاعي. والمصريين المفروض يفهموا كويس جدا هم بيستخدموا كل المنتج المصري انه يا جماعه المنتج اللي انت بتستخدمه من بره دوت ده منتج دخل عليه مئات الاف التطويرات لعشرات السنين. المنتج بتاعنا لسه منتج وليد، ما تحكمش عليه دلوقتي، اديله فرصته وكمل في استهلاكه وساعده، مش ما تربطش دعم الصناعه المصريه ده المنتج المصري بالاحداث اللي بتحصل. دي منتجات بجد صحيح ده اللي ساوي لحضرتك بقى اهو. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه احنا عندنا منتجات اصلا بتتصدر للخارج، دي منتجات عندها جوده عالميه. يعني مثلا عند حضرتك الاجهزه الكهربائيه المصريه كلها دي بتتصدر ل 80 و90 دوله، عند حضرتك المنتجات الملابس المصريه دي بتتصدر ل 90 دوله، عند حضرتك منتجات موجوده بعمق كبير جدا. السوق دلوقتي بيخلى ليها، والمفروض المنتج بقى المحلي لما يلاقي السوق بيخلى ليه المفروض يساعد المستهلكين ان هم ياخدوه. اولا ينزل بعروض ترويجيه كبيره جدا، دي اول حاجه. تاني حاجه يمتنع عن رفع السعر، لانه في بعض المنتجين استغلوا الموضوع ورفعوا السعر. ساعد المستهلكين دلوقتي، المستهلكين جايين لك قول لهم يا جماعه انا مقدر تحرككم، وخد بالك ان انت يعني المكسب ده يعني التجار العاديين خالص بيقول لك المكسب القصير المكسب الصغير على المدى الطويل احسن. صحيح. فانت اكسب المنتج واكسب اكسب المستهلك وحطه في صفك علشان تكمل بيه. المستهلكين كمان المفروض زي ما قلت لحضرتك كده يستمروا في دعم المنتج المصري بغض النظر عن اي حاجه بتحصل. المنتج كمان حضرتك توضح الفرق ما بين زي ما احنا قلنا الحاجات المستورده وما بين الحاجات اللي هنا اللي بتحمل اسماء وبيعمل فيها مصريين. بص حضرتك ده اللي كنت بقول لحضرتك عليه من الاول، ان احنا لازم نفرق فرق واضح للغايه، انه في عندنا شركات داعمه يعني للكيان للاسرائيل او الكيان الصهيوني، دي المفروض نتخذ معاها اجراءات واضحه جدا وقاطعه. لكن احنا عندنا شركات مصريه بيشتغل فيها مصريين براس مال مصري باستثمارات مصريه بمصانع مصريه، كل اللي عاملاه ان هي واخده التايتل بس. يا جماعه المفروض الشركات دي ندعمها ونساعدها. لو احنا عندنا 10% من اجمالي ربح الشركه بيخرج للشركه العالميه، ال 90% باقيين لنا. فهو احنا ده منتج مصري بيشغل يعني مصريين. اسمح لي يا دكتور، يعني حضرتك بتوضح فكره الفرنشايز يعني صحيح. وبرضو النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها ال 10% اللي بتروح للشركه الام هي بتبقى نسبه من اجمالي المبيعات، كل ما المبيعات زادت فالنسبه اللي بتروح للشركه الام برضو بتزيد. على كلنا خلينا نرجع لموضوعنا وهي الصناعه المحليه والمنتج المحلي. بننادي دايما انه عايزين مستلزمات الانتاج او المكون لهذه الصناعات يكون مكون محلي. عندنا بالفعل وشفنا الفتره اللي فاتت خاصه من خلال مبادره زي مبادره ابدا انه في بالفعل مصانع بتعمل صناعات تكميليه مثلا، لكن ما حدش يعرف عنها قوي. يعني مثلا مصنع بيصنع المسامير لكن التسويق ضعيف، فبالتالي المصانع اللي بتستخدم المسامير في صناعات اكبر ما تعرفش بوجوده وبتلجأ للاستيراد رغم انه موجود عندنا منه. فرصة التسويق لمثل هذه الصناعات التكميلية والإجراءات الداعمة من الدولة المصرية لمثل هذه الصناعات عشان تكبر اكتر تسوق لنفسها بشكل اوسع وبالتالي نستغنى عن استيرادها. بص حضرتك هو ابدأ جاي تعمل ثلاث حاجات منهم الحاجة اللي حضرتك قلت عليها، جاي تعمل ثلاث حاجات. الحاجة الأولى إن هي توصل المنتجين الوسطاء اللي هم بيدخلوا مدخل وسيط في الإنتاج للمستهلك بتاعه اللي هو المصنع الكبير. يعني مثلا عند حضرتك مثلا شركات الأجهزة الكهربائية اللي كنا بنتكلم عنها دلوقتي دي شركات رائدة جدا قوية جدا بتحتاج مدخلات وسيطة في الإنتاج، صوصات، زراير، محابس، الحاجات دي بتستورد من بره. اولا بدفع فيها دولار، تاني حاجه الشركه نفسها التكلفه بترتفع عليها لانها بتدفع فيها تكلفه شحن وتكلفه تامين وتكلفه تفريغ وتكلفه تخزين. التكلفه دي كلها تتشال فورا لو انا عندي اربع خمس شركات متوسطه صغيره الحجم جنبي بتصنع لي. اولا بقى عندي المخزن جنبي، الشركه جنبي كل يوم، ثانيا بدفع بالمصري مش بدفع بالدولار، ثالثا بقى عندي اقدر اخد منه الكميه اللي انا عاوزها من الانتاج لانه ده جنبي على طول كده، وبالتالي انا خفضت التكلفه على المنتج النهائي بتاعي اللي هو مثلا البوتاجاز، وفي نفس الوقت خلقت فرص عمل للراجل الصغير. ده ما كانش موجود قبل كده ليه؟ ما كانش فيه التنسيق ده، ما كانش اصلا الراجل الصانع المتوسط ده عارف ايه اللي المصنع الكبير عاوزه، والمصنع الكبير ما كانش شايف الراجل الصغير. ابدا جاي تقول لهم ايه؟ يا جماعه انا عندي بس كده، انا عندي بيسموها اللينكج او الربط كده، بيسموها البريدجنج كمان الكوبري كده. جاي تقول له باشا انا عندي
دلوقتي مصنع محتاج سوسته، محتاج زرار، محتاج خرطوم. المشروعات دي انا عاوزك تيجي تشتغلها، بتدي بقى تمويل للراجل الصغير ده وتدعمه وتاخد الانتاج بتاعه ده للراجل الكبير. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه المصانع الكبيره دي بتستورد منتجات كبيره جدا من بره، اهمها مثلا واللي حصل بشكل كبير جدا هو الكمبروسر ده. المصانع الكبيره كلها بتستهلكه، بس ما فيش مصنع واحد يقدر يصنعه لوحده، لانه عشان يبقى اقتصادي عاوز كميه كبيره جدا. 5 مليون وحده مثلا في مصر، ال 5 مليون وحده ما فيش مصنع واحد يقدر يصنعه لوحده، وبالتالي ابدا قالت لهم ايه؟ طب ما تيجوا معايا كلنا نشتغل مع بعض فيه. جابت المصنعين الكبار دول كلهم وعملوا مصنع للكمبروسرات. احنا في مصر بنستهلك 2 مليون كمبروسر، كنا بنستوردهم من بره. المصنع عشان يشتغل عاوز 5 مليون كمبروسر. طب خلاص هنصنع ال 2 مليون كمبروسر نوزعهم عليكم، وال 3 مليون نوديهم فين؟ قللنا الاستيراد، قللنا وزودنا وزودنا. الحاجه الثالثه بقى والاهم، ان ابدا جاي تحل المشاكل بتاعه المصانع المتعثره، وده واحد من اهم حاجه. عندنا 4500 مصنع كانوا موجودين، ابدا جمع بياناتهم كلهم، جمع مشاكلهم كلهم بالذات مع لازم الدوله. لازم حضرتك تشرفنا مره ثانيه ونتكلم بقى على مبادره ابدا بشكل مفصل مره ثانيه. كل الشكر طبعا الدكتور محمد شادي، رئيس وحده دراسات الاقتصاد والطاقه بمركز الحبتور للابحاث، شرفتنا. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ.